السلام عليكم. اليوم رانا في بلدية شراقة وبالضبط في المحول الجديد هذا تاع مدينة شراقة، هو اللي يعتبر البداية نتاع الطريق المزدوج اللي سوف يربط مدينة شراقة، وانا نشوف المدينة تاع شراقة، اذن يربط المدينة تاع شراقة بمدينة عين بنيان على امتداد حوالي 10 كيلومترات. واليوم نروح نشوف الطريق المزدوج، الاشغال نتاع الازدواجيه نتاع الطريق هذا هنايا، نشوف الطريق اللي راح الاشغال هنا يعني انتهت في البدايه نتاع الطريق هذا نتاع الازدواجيه، نروح نشوف الاشغال اين وصلت. وهنا نلاحظ حتى الاعمده الكهربائيه مازال ما اكتملتش، يعني نلاحظ الاشغال، والمؤسف انه السكان يعني قراب كثير للطريق، حتى الأرصفة مستعملة. إذن هذا هو الطريق اللي يربط بلدية شرقة ببلدية عين بنيان، واللي راح قيد الازدواجية، فيه عملية تاع الازدواجية، وكذلك فيه عملية تاع تحسين المسار، يعني نقص من المنعرجات. وهنا فيه اشغال تاع التوسعه تاع الرواق مازال لم تكتمل. اذا نمشي في الطريق هذا، واذا كان في ملاحظات سوف نبديها. هنا الاشغال غير منتهيه، ونشوف انه على اليسار فيه جسر قيد الاشغال، إذن هذا هو مشروع نتاع ازدواجية الطريق الرابط بين بلدية شراقة وبلدية عين بنيان. إذن هذا هو، نخليكم تابعوا، أنا نروح ونبقيكم في رعاية الله يحفظه، وانتم واصلوا الرحلة عند الطريق هذا إلى نهايته. إذن خليكم في متابعة طيبة، والسلام عليكم.